مشاهدينا الكرام، برحب بحضراتكم مرة تانية في رأي عام. حوالي 7 مليون شخص تقريبا في مصر مصابين بالصمم وفقا لآخر إحصائية للأمم المتحدة. مواطنون مصريون لهم حياتهم الخاصة ولغتهم الخاصة التي لا نعرف عنها الكثير. بالتأكيد بينهم أصحاب مواهب ومبدعين في مجالات مختلفة زي الرسم والموسيقى والتمثيل والغناء وغيرها من المواهب الكثيرة، لكنهم لا يجدون من يكتشفهم أو حتى يهتم بيهم أو يرعاهم. في الأسبوع الأخير من شهر إبريل كل سنة بتحتفل المنطقة العربية بأسبوع الأصم العربي، وإحنا هنا في برنامج رأي عام بنشارك ولو بجزء بسيط جدا في هذا الاحتفال. هنحاول في هذه الفقرة نلقي الضوء أكثر على هذه الفئة من المجتمع، هنناقش معاهم كيف يعيش الصم والبكم حياتهم، إيه هي أبرز الصعوبات والمشاكل اللي بتواجههم وإزاي بيقدروا يتغلبوا عليها، أيضا كيف يتواصلون مع بعضهم البعض، هل لغة الإشارة بتكفي للتعبير عن كل ما يريدون؟ هل أيضا هناك أماكن لتعلمها؟ إيه هي مطالبهم من الدولة، خاصة أن عام 2018 هو عام ذوي القدرات الخاصة؟ كل ده هنناقشه مع حضراتكم ومع ضيوفي في الاستوديو في هذه الفقرة. سعدني أن أرحب بضيوفي، الأستاذة قمر عادل مترجمة ومدربة لغة الإشارة، وأيضا مؤسسة أو مركز إيدي بتتكلم. أهلا بك يا أستاذة قمر. أهلا بك. كمان خليني أرحب بالبشمهندس محمد طارق. أهلا بحضرتك يا بشمهندس. كمان خليني أرحب بالطفل إيهاب طارق. أهلا بيك يا إيهاب. أهلا. أبدأ طبعا أكيد من حضرتك بداية حوارنا أستاذة قمر، وخلينا نتكلم أكتر عن فكرة عدم توافر طرق أماكن بعينها، يمكن مدارس، بعض الجامعات، أماكن كتير لتعليم لغة الإشارة، غير يمكن في بعض المدارس الفنية الصناعية. ليه؟ والله هم عشان خاطر هم اللغة دي اختصرت للصم، والصم اتحطوا تحت بند ذوي الاحتياجات الخاصة، فبقى هم اللي بيرعاهم بس جمعيات أهلية، يا إما المدارس طبعا بتاعتهم مفيش إن هي يبقى فيها مدرسين بيتكلموا بلغة الإشارة. الجامعات مفيش أصلا بتطلع مدرسين مؤهلين إن هم يبقوا للطلبة اللي هم الصم نفسيهم، بيتكلموا معاهم بالكلام بس أو بالتخاطب، لكن لغة الإشارة لا، هي كلغة مهمشة جدا في المجتمع، يعني يمكن دلوقتي اللي بدأت تنتشر شوية لغة الإشارة. طيب أنا هرجع لحضرتك من جزئية مهمة قلتيها، أنا مش عارفة هي إزاي بتحصل، بس خلينا نروح مشاهدينا الكرام نشوف ونتابع هذا التقرير ثم نعود لحضراتكم مرة تانية. في الأسبوع الأخير من شهر أبريل سنويا تحتفل المنطقة العربية بأسبوع الأصم العربي، بناء على توصيات المؤتمر الثاني للاتحاد العربي للهيئات العاملة مع الصم الذي انعقد في العاصمة السورية دمشق في أبريل من عام 1974. ويشهد الأسبوع تنظيم الجمعيات والمؤسسات الخاصة برعاية الصم في الوطن العربي أنشطة وفعاليات إعلامية للتعريف بحقوقهم والتعريف بقدراتهم وإلقاء الضوء على مشكلاتهم. وفي هذه الفترة من كل عام تجتمع مؤسسات الصم العربية الحكومية والأهلية والخاصة تحت شعار وموضوع موحد يتم اختياره بالتنسيق مع الاتحاد. ففي العام الماضي كان الموضوع يتمركز حول أهمية لغة الإشارة لأنها اللغة الأم لذوي الإعاقة السمعية، وهو ما ذكر في اتفاقية الأمم المتحدة للأشخاص ذوي الإعاقة التي وافقت عليها الدول العربية وأبدت اهتماما بالصم ولغتهم التي تعتمد على حركات اليد والأصابع، وأكدت الاعتراف بلغة الإشارة واستخدامها وحق الصم في الحصول على ترجمة إليها واستخدام أسلوب ثنائي اللغة في تعلمهم. الغرض من الأسبوع العالمي للصم هو لفت انتباه المشرعين وصانع السياسات وعامة الجمهور إلى إنجازات الصم واهتمامات مجتمع الصم، ويتم تشجيع منظمات الصم في جميع أنحاء العالم
على القيام بحملات لنشر أو زيادة الوعي بثقافة الصم ولغة الإشارة والقضايا القانونية على مستويات متفاوتة. هذا الحدث يزيد من التضامن بين الصم وأنصارهم ويستخدم لتحفيز جهود أكبر لتعزيز حقوق الصم في جميع أنحاء العالم. فهل ينجح هذا الحدث السنوي في التوعية بتلك الفئة وتحقيق أحلامهم وطموحاتهم بدلا من العزلة التي يسعى البعض إلى فرضها عليها؟ سؤال ربما تجيب عنه الفعاليات المرتقبة هذا العام. طيب تمام أستاذة قمر، حضرتك كنت بتقولي من شوية في إجابة حضرتك أنه معظم الأماكن دي الجامعات أو المدارس أو غيرها بعض المعلمين فيها أو المدرسين بيقوموا بالتعامل مع هذه الفئة بالتخاطب أو بالكلام. هو إزاي بيتم التواصل بالتخاطب أو بالكلام، وإزاي بيتم توصيل مثلا منهج تعليمي؟ إحنا مش بنتكلم عن ناس قاعدة مع بعض في قاعدة، لكن ده منهج تعليمي كامل على مدار سنة بيتم توصيله. هل ده كافي عشان يتم توصيله لهذه الفئة بالشكل ده؟ هو أصلا الصم نسبة الأمية عندهم تقريبا 99% بسبب إن هم أصلا بيخرجوا من المدارس مش بيعرفوا يقروا ويكتبوا زينا كده، بيكتبوا ويقروا زي الهندي كده، أنا أجي مدرسة، أنا أروح قمر، أنا الضماير، الحاجات دي كلها طبعا هم مش هو متعلمينها. كلام مكسر يعني كده. بالظبط. وحتى في الكتابه ليهم لغه، ليهم طريقه، يعني مثلا لما يقول لك مثلا على حاجه حلوه قوي يقول الحاجه دي بام، يعني ما يقولكيش الحاجه دي حلوه قوي، لا يقول لك بام. الحاجات دي طبعا كلها هم لان ما هل فيش ده تعليم في نتيجة المدرسه. انه ما فيش تعليم، ولا هي القدرات يعني بتاعتهم بتبقى واصله، يعني دي اقصى مرحله ليها في التطور مثلا؟ ده اقصى مرحله للتطور، هم بيحاولوا يعلموا نفسهم بنفسهم. يعني هم بيحاولوا ان هم يعلموا نفسهم، لان في المدرسه بس مجرد استاذ بيكتب على الفصل وينقله بس. طيب خلينا نروح برضو الاستاذ محمد، وانت اكيد معانا. يعني استاذ محمد، هل شايف هناك بعض القنوات مثلا زي قنوات اليوتيوب بتعرض بعض البرامج يمكن، او بعض الاشياء بتضم مجموعه من الاعمال الفنيه الموسيقيه الادبيه المترجمه خصيصا للفئه اللي هي حضرتك منها، هل شايف ان دي كفايه؟ يعني دي كفايه عشان تعبر عنكم، او ان انتوا تحصلوا منها على كل اللي انتوا عايزينه بقى في الموسيقى في الادب في الفن في كل حاجه؟ هل ده كفايه؟ انا شايف دلوقتي ان في ناس كتيره قوي، طبعا ما فيش مجموعات كلهم افراد لنفسها، هي بتحاول ان هي تشير عشان الناس تشوفها وتتشهر، بتحط الموبايل وتنزل على اليوتيوب او تنزل في اي موقع او حاجه، ما فيش حاجه معروفه لينا يعني بتتعمل. هم على طول اغلب الوقت بينشروا على الفيسبوك، وبيبقى في حاجات كتيره قوي مختلفه، كل واحد لينا ليه صفحه بينزل فيها كوميكس، بينزل فيها اغاني. قبل كده انا كان نفسي ان احنا نعمل قناه خاصه بالصم، حاولنا كتير وقدمنا اوراق كتيره بس اترفض طبعا. ناس كتيره قدمت بروتوكولات ان حابين ان احنا يبقى في صفحه خاصه، قصدي قناه خاصه للصم. بره مصر في حاجه زي كده، لكن في مصر ما فيش طب حاجه زي كده. ليه اترفض؟ يعني ليه لما انتوا قدمتوا تعملوا حاجه بشكل خاص ومقنن، ما تكونش مجرد حاجات فرديه زي ما حضرتك قلت، ليه ده اترفض؟ ما اعرفش، احنا قلنا لهم، هم بيقولوا لنا، هم ما قالوش طبعا ان هم رافضين بالشكل الرفض، هم قالوا الميزانيه، طيب دلوقتي، طيب الوقت مش مناسب، مش عارف ايه، وبعد كده بيموت يعني الموضوع. ما فيش تعاون يعني. طيب خليني برضو اسال ايهاب سؤال. ايهاب، يمكن انت من الاعضاء النشطين زي ما انا عرفت كده من استاذه قمر في مبادره او في مركز ايدي بتتكلم. أهمية المبادرة أو المركز دي بالنسبة لك إيه؟ وأنت بتعمل إيه؟ يعني نشاطك جوه المبادرة دي إيه؟ لما كنت تيتي بتتكلم. إيدي بتتكلم؟ حلوة أوي أوي. أنا بحبها، حلوة أوي. هي بتساعدني حاجات، بتساعدني القرآن وبتساعدني في حاجات حلوة في جوه. طول الصم في كل الصم في إيدي بتتكلم كمان. لما بتقول له الصم وكمان بلاقي صحاب كتير وبنتعلم، ويعني كل حاجة حلوة.
تمام. طيب استاذه قمر، مبادره ايدي تتكلم، او هي المبادره اللي احنا بنتكلم انها بعد كده زي ما حضرتك قلتي لها يعني بدات او بقت مركز بشكل فعال، يعني العناصر المكونه ليها شخص زي ما قلنا احداهما متكلم والاخر اصم. ليه يعني كان الاختيار ما بين شخص بيتكلم وشخص اخر اصم في هذه المبادره؟ كمان هي انشطتها ايه؟ المركز ده ايه الانشطه اللي بيقدمها؟ ايه دي بتتكلم؟ احنا اصلا انا يعتبر انا كل المحيط بتاعي كله صم. المحيط عشان هم كلهم صم، فاحنا قررنا ان احنا كلنا نعمل حاجه يعني مع بعض. فعشان كده احنا قررنا ان انا كنت المتكلمه تقريبا الوحيده اللي فيها، وكان المجموعه اللي معايا كلها صم، وطبعا معايا كذا مترجم لسه شباب لسه طالعين جداد بقى لسه بيتدربوا على الاشاره وكده. الفكرة ان احنا حابين ان احنا الصم من والى الصم، ان هم اللي يبدأوا ناخد الناس الممتازة في الصم اللي عندهم مواهب اللي عندهم حاجة كويسة ننميها، ويبدأوا يدربوا الناس اللي هي لسه بتطلع جديد لسه عايزة تنمي المواهب اللي عندها. المبادرة او المركز دلوقتي هو بيخدم يعني انواع كتيرة جدا، بيخدم مثلا بنعلمهم اكسسوارز وبنروح في معارض وبيعرضوا الشغل بتاعهم، بيدخل لهم دخل من الحته ديت. بيبقى في تدريبات طبعا لغه عربي، بنعلمهم ازاي يقروا ويكتبوا، بيبقى في تخاطب، بيبقى في طبعا في المجال الفني احنا عملنا قبل كده المجموعه بتاعت الاي دي بتتكلم شاركت قبل كده في اول مسرحيه طبعا تدمج بين الصم ومجموعه من المتكلمين من الفنون العالي المعهد المسرحي، والمسرحيه دي اخذت في 2016 افضل مسرحيه في عام 2016 لذوي الاحتياجات الخاصه. وعملنا كمان اغنيه تحيا مصر اللي اتكرمت من الرئيس السيسي في الندوه الثقافيه ال 24 تحت اشراف الشؤون المعنويه للقوات المسلحه. ودلوقتي الحمد لله خلصنا فيلم سينما بطوله محمد طارق نازل في الصيف، اخراج احمد عفيفي وانتاج شركه خالد يوسف، وهو يعني شغالين قاعدين كل مدى بنحاول ان احنا ندور على الفئه اللي عندها مواهب ونكتشفها، مش بس في الفن لا في التدريبات كمان والكورسات وحاجات كتيره. يعني شايفه مدى عمق المواهب؟ يمكن يعني هذه الفئه ربنا حرمها من حاجه معينه، بس دايما بيبقى التعويض عندهم في حاجه تانية اعلى بشكل كبير. شايفه مدى يعني الموهبه عندهم، سواء كانت موهبه فنيه زي ما حضرتك قلتي في التمثيل او في الفن المشغولات اليدوية أو غيره، هل هي بحد بشكل كبير أو بحد كبير زي البني آدمين العاديين، ولا بتبقى في فرق؟ هم عندهم طبعا عشان خاطر الإشارة أصلا بتعتمد على التعبير الوش والحركة وكده، فهم اوريدي الإشارة بالنسبة لهم بتخليهم يعبروا بأداء تمثيلي، فمعظم الصم هتلاقي فيهم حتة اللي هي التمثيل دي أعلى شوية، لأن هم اوريدي بيمارسوها في حياتهم اليومية بشكل طبيعي. لو متضايق بتلاقيه بيعمل إشارة وتعبيرات وش وهو غضبان، لو فرحان بتلاقي تعبيرات وشه وهو فرحان، هو البادي لانجوج عنده على طول شغال فبيقدر يوصل الاحساس بشكل عام. عشان كده هتلاقي عنده يمكن التمثيل اقوى شويه، عنده قوه ملاحظه، عينيه شغاله في كل مكان، بيحاول طبعا عشان هو مش سامع، فعشان يعوض السمع دوت بتلاقيه بيبص في كل ناحيه، بيبقى عارف ده بيقول ايه وده بيقول ايه، وعنده سرعه. يعني مثلا ان هو اتنين بيتكلموا صم النتي، لو انا بقعد اعمل كده هو عنده استعداد ان هو قاعد عارف الاثنين بيقولوا ايه وملم من الاثنين، في سرعه وتلقائيه طبعا. طيب استاذ محمد، يمكن شويه الجزئيه اللي احنا بنتكلم عنها دي اللي هو عدم القدره على السمع او الحديث، مش بتسبب لكم نوع من بعض المشاكل في الشارع، بعض المواقف يعني خلينا نقول مواقف سلبيه، مواقف مش ظريفه؟ هل ده حاصل معاكم بشكل كبير، ولو حاجه انت تعرضت لها شخصيا؟ في طبعا شوية أنا لما باجي أتكلم مع الناس في الشارع أنا بفهمهم، بس هم مش بيفهموني، بس هم بيفتكروا إن أنا متكلم، بس أنا بستعبط. أنا والله أنا فاهم شغايفك، بس عشان أنا فاهمهم فهو فاكر إن أنا بستعبط، إن أنا مش عارف أرد عليه. أنا لابس سماعة وبسمع بسيط، وفي ناس أنا بكلمهم بالإشارة طبعا، وإحنا ماشيين في الشارع بنتكلم بالإشارة بيقعدوا يبصوا لنا كأن إحنا ناس غريبة أو إحنا عبط أو إيه ده الإشارة دي، استغفر الله العظيم يا رب دي حاجات ماسونية أو مش عارفة، في تضييق كتير قوي بالموضوع دوت. طبعا هم عشان ما يعرفوش المجتمع بتاعنا ولا العالم بتاعنا، لو احنا في ناس كتيره بتعرفنا بعد ما بتعرفنا بتقول لنا احنا اسفين ان احنا كنا معاكم كده.
طيب احنا برضو يمكن معانا تقرير عن بعض المضايقات او بعض المواقف السلبية احيانا اللي بيتعرض ليها هذه الفئة، خلينا نتابع التقرير ده ونعود لحضراتكم ايضا مرة اخرى. انت بتتكلمي، انا مش فاهمه. انت خارصه صح؟ ايوه. طيب عايزه ايه؟ مش فاهمه. طب اكتبي لي. ما تعرفيش تكتبي؟ يعني انت ما دخلتيش مدرسه؟ فهماني مدرسه؟ دخلتي مدرسه؟ الاستاذه ما بتعلمكوش. طب ماما فين؟ ماما زيك خالصه زيك. فهمت. طيب استني انا هكتب لك وانت ايه خديها وروحي شوفي هناك المكتب التاني مش هنا. ماشي استني. كان لحضراتكم مرة تانية تعليقك يا أستاذة قمر على الفيديو اللي احنا شفناه وتابعناه ده، الفيديو التمثيلي، هل ده فعلا بيمثل الحقيقة في الشارع والتعامل مع فئة الصم والبكم؟ هو فعلا احنا لما بنمشي في الشارع مثلا بنتكلم فيديو كول، يا اما بيتسرق الموبايل من ايدينا يا اما الموبايل بيقعدوا يتريقوا علينا، او تلاقي واحد مثلا يجي وراك يقعد يعمل كده كانه بيتصور معاكي، يعني كانك هو فاكر ان انت بتصوري سيلفي اصلا، هو ما يعرفش ان احنا بنتكلم بالاشاره، او واحد مثلا طول ما هو ماشي يفضل اللي هو عارفه اللي هو بيستغرب قاعد بيبص كده. طبعا دي حاجات بتضايقهم واحنا ماشيين في الشارع، مثلا ممكن نقعد نتكلم في الاشاره، انا مثلا ممكن ابقى ماشيه مع حماده واقعد اتكلم انا وهو وبعدين مثلا نقف نسال على حاجه ولا حاجه فاقوم انا متكلمه، فالراجل يقول لي هنستعبط بقى ما عامله لنا خرصه ليه من بدري، اقول له ايه ده؟ هو مش مدرك ان انت بتتعاملي مع شخص بتتعاملي معاه بلغه الاشاره. بالظبط. فهو فاهم ان انا طول ما انا قاعده ساكته كده لا دي هي اكيد بتتكلم، هي اكيد مش سامعانا. يمكن انت هنا وانت قاعده معانا دلوقتي نموذج، لان هي المشكله عندنا انه محدش بنسبه كبيره عارف لغه الاشاره، مش بس كده مش مطلوب من كل الناس انها تعرف لغه الاشاره، بس على الاقل تبقى عارفه ان دي شريحه كبيره موجوده في المجتمع، ازاي نقدر نتفاعل ونتعامل معاها، لانه هيحتاجوا بعض الحاجات في الشارع زي ما انا كبني ادمه طبيعيه ببقى محتاجه اسال على عنوان، محتاجه حد يوصف لي حاجه يدلني على حاجه، فده طبيعي. انت قلتي لي ان انا كل الناس اللي بتعامل معاهم يمكن في محيطي صم وبكم، ليه؟ وكمان اللي احنا عايزين نقوله يمكن للساده المشاهدين، الاستاذه قمر زوجها هو الباشمهندس ايهاب طارق، فمحمد طارق عفوا، ليه زوجك هو باشمهندس محمد اولا، ثانيا ليه برضو كل محيطك من الصم والبكم؟ والله هو انا يعني حماده بالنسبه لي هو اصلا اول واحد علمني، هو اول واحد علمني الترجمه الفوريه،
انا كنت بعرف اشاره، بس هو اللي علمني الترجمه الفوريه. كان عايز حد يبقى معاه يعلمه ويكون بيعرف ان هو ازاي يتعامل مع الناس، عشان لو مثلا حابب ان هو يعمل حاجه في المجتمع يروح هنا ويروح هنا ويروح هنا، يبقى في حد جنبه بيعرف يتعامل. فعلا احنا قربنا من بعض فتره كبيره قوي، بس احنا الفتره دي قعدنا فيها فتره كبيره اصدقاء واخوات. بعد كده انا اللي ملت له اكتر. وبعد كده هو طبعا يعني اعترف لي ان هو بيحبني وان هو عايز يتقدم لي، وانا طبعا ما عنديش مشكله خالص ان هو يبقى شخص اصم او شخص عادي، لاني انا بعرف لغه الاشاره. بالعكس انا كمان فعلا المحيط زي ما حضرتك قلتي، المحيط بتاعي كله سم، لاني انا الشغل بتاعي. هل بحكم هنا بقى علاقتك بعد كده بالمهندس محمد والموضوع المبادره ولا من قبلها؟ ده من قبلها، ده بالعكس انا بعد الجواز يعتبر قليت شويه. يعني انا قبل الجواز تقريبا ما كنتش بشوف عيلتي خالص، انا كنت على طول معاهم، بنزل وبروح وباجي وارجع البيت اقعد اتكلم معاهم فيديو واخلص وننزل تاني، من اصحى انام واصحى انزل اروح اقعد معاهم، نروح نعمل حاجه، نروح تدريبات، نروح، لان احنا برضو قبل المركز احنا كنا بنروح تدريبات كتيره جدا، نروح معاهم حاجات كتيره جدا. بس ف وبعدين كمان حماده باباه ومامته واخواته سم، فبرضو ده عامل كبير ان انا خلاص يعني هم كلهم بقوا كل حياتي يعني. طبعا يمكن انا مش بتكلم معاكي بصيغه ان انا داخله في التفاصيل الشخصيه، بس احنا بنعرض مشكله وفئه معينه عندها مشكله كبيره، وانت نموذج يمكن ما لقيتيش مشكله او صدفتك بعض المشاكل او اهلك رفضوا ان انت ترتبطي ببشمهندس محمد. هو انا اهلي ما رفضوش، بس انتي مثلا برضو ما خفتيش مثلا ولادك بعد كده؟ يعني بعض التخوفات اللي بتبقى عند الناس. انا اصلا لو جالي حد متكلم لسه بقول لهم، لو جالي حد متكلم مش عارفه اتعامل معاه، لان انا خلاص بقيت بعرف اتعامل العشرة اكتر. بعرف اتعامل اكتر مع الصم، بقيت عارفه ازاي هي حياتي كده خلاص. يعني حياتي اتعودت على، تلاقيش اي مشاكل في حياتك؟ لا 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 لا، فان انت توصلي حاجه لحماده في طريقه مشاعرك بشكلك اي حاجه؟ بيعرف حماده مساعدني جدا، لان هو بيعرف لغه شفايف، وكمان هو متعود جدا التعامل مع المتكلمين بشكل كبير، لان هو كان في كليه هندسه وكان كل اصحابه متكلمين. فدي كانت حاجه مساعداني بشكل كبير. وعرفتي يعني تقنعي محيطك عادي بال المحيط بتاعي انا بسهولة. هم رضيوا، هم كده خلاص احنا رضينا بالامر الواقع، هي امر مش هينفع تروح في حته ثانيه غير هم عرفوا كده. لكن هو المحيط عنده هم اللي كانوا رافضين، لان هم كانوا شايفين ان واحده متكلمه تخش، لان انا التركيبه غريبه، هو اسرته كامله صم وانا اسرتي كاملة متكلمة، مفيش حد عندي أصم وهو مفيش حد عنده متكلم. ففي حاجة غريبة كده، فهو هم عنده كانوا متخوفين. طب افرض من ايه بقى؟ لان طبعا فكره ان هي ممكن تكون متكلمه، لا ده هي هتمشيك بعد كده، لا ده انت مش هتبقى راجل بعد كده، لا ده انت ممكن تنام وهي تروح تتكلم في التليفون، لا مش عارف ايه، ممكن تكون واخداك كوبري الحاجه، ممكن ده طبعا افكار كل شخص. على فكره في ناس كتير قوي من الصم عندهم الفكر ده، يقول لك لا انا ما اتجوزش واحده متكلمه، افرض تتكلم حد وانا نايم مثلا. طيب باشمهندس محمد، كان عندك الفكر ده، يعني ايه اللي خلاك تقبل على ان انت تتجوز الاستاذه قمر وهي يعني ما عندهاش نفس المشكله، وخصوصا هي كانت بتشرح دلوقتي ان اهلك كان عندهم مشكله في ان انت تتجوزها، يعني كانوا بيفضلوا ان انت تتجوز حد برضو زيك بنفس ظروفك؟ انا قبل كده كنت متعود كتير قوي مع الصوم، الاسره بتاعتي ما كانتش متعوده مع الصوم، لان هم اسره كامله صوم، فهم متعودين مع بعض، ما كانوش متعودين مع ناس كتيره متكلمين، بس هم سمعوا ناس كتيره قوي من الصوم ان مش مناسب، على طول بيحصل حالات طلاق كتيره، مشاكل كتيره، الصوم بيتكلم هي مش فاهمه هو مش فاهم، طبعا لغه الاشاره، هم كانوا خايفين ان بعد كده ابقى انا زيهم. لا انا قلت لهم لا انا قمر انا معلمها لغه اشاره، وبعدين انا متعود على اصحابي كلهم متكلمين زيهم زي قمر. ففعلا بعد ما احنا ما اتجوزنا هم شافوا، وانا بعرف كمان طريق ازاي اتعامل مع المتكلمين وازاي اتعامل مع الصم. بعد كده انا مبسوط في حياتي الحمد لله. الحمد لله يا رب دايما. طيب ايهاب، انت في مدرسه؟ في مدرسه. طيب قول لي، الموضوع بالنسبة لك سهل؟ التعليم سهل؟ المناهج بتعرف يعني تتلقاها أو تستوعبها بشكل كويس، ولا عندك بعض المشاكل؟ في قبل انا عندي مشكله ان الأبلة بتتكلم معايا حلو، بس انا المنهج صعب عليا. الأبلة ماشي تعالى، هي بتكتب تقعد تقول لي صح 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 حلوه قوي،
ما فيش غلط خالص، ما عنديش اي غلط خالص. هي دايما بتقولي ان انا حلو وحلو خلاص. بعد ما انا نفسي ان هي تديني حاجات، اتعلم حاجات اكتر، افهمها بطريقه كويسه على طول. ايهاب انت شاطر بس. تمام هقابله اقول لك. ليه هم بيقولوا ليه بيقولوا ان ايهاب شاطر؟ عشان ايهاب بيحفظ حلو بس، مش عشان هم، عشان مامتي اللي بتعلمني مش عشان هو كده. ماما على طول بتعلمني القران وبتقعد تعلمني اقرا ازاي، والعربي والانجليزي والحساب كل حاجه ماما اللي بتعلمها لي. يعني انا دلوقتي فهمت من ايهاب ان هو على الرغم ان هو في مدرسه ومدرسه كويسه وهي مدرسه متخصصه في تعليم السم والبكم، لكن انت برضو ما بتفهمش او بتستوعب بشكل كبير، لكن السبب في شطارتك او نجاحك ده هي ماما. يعني انت ما بتستوعبش من المدرسين او هما بيعرفوا يوصلوا لك المعلومه بشكل كبير او بشكل كويس يخلوك مش محتاج لماما في ده؟ لا مش بيفهم منهم بشكل بسرعه يعني. طب واحنا نعمل ايه اذا كانت هي دي اصلا مدرسه الصم والبكم والمفروض ان الموجودين فيها، انا بكلمك انت بقى منوطين بده. طب احنا عندنا في التعليم عموما الناس اللي ما بتفهمش بتروح تاخد دروس خصوصيه بره وبتروح مراكز خارجيه، احنا اصلا ما عندناش مدارس اللي هو الشكل الحكومي المقنن اللي يعلمهم، فالناس دي المفروض تعمل ايه؟ تروح فين بقى؟ هو المفروض ان الطلبه اللي بتخرج من تربيه نوعيه او الطلبه اللي هي خريجه تربيه خاصه، الطلبه دي يبقى في ماده عندهم اسمها ماده لغه اشاره تدرس في الجامعات، ويبقى الدكتور ملم باللغه ديت وان هو يدربهم عليها علشان خاطر لما بعد كده يتعينوا في المدارس بتاعت ذوي الاحتياجات الخاصه يبقوا عندهم القدره ان هم ازاي يوصلوا معلومه او يستقبلوا معلومه. بالعكس كمان مدرسه ايهاب من المدارس اللي يعتبر افضل المدارس تعاملا مع مع السم. وكمان هي بتحاول تعمل لهم انشطه كتير، بتحاول ان هم يحتووهم، بس اوريدي لو ما كانوش هم عندهم السكيلز دي او ما عندهمش اهالي وراهم بيحفزوهم يقولوا لهم لا اعملوا كده بشكل كبير، ما كانش هيبقى ايهاب حد متميز برضو يعني. على الرغم من هي من افضل المدارس اللي على الرغم ان هي افضل المدارس من وجهه نظري في, 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 في ان هي بتتعامل مع الصم وان هي بتعلمهم وكده يعني. طيب برضو مهم جدا نتكلم عن الشغل هذه الفئة بعد التعليم اللي فيه صعوبات كبيرة وكتيرة جدا بيقابلوها ومشاكل أكتر، بعد كده بيخرج للمجتمع وبيبقى عايز يشتغل وينخرط ويندمج في كل يعني قطاعات المجتمع العاملة عشان برضو هو ليه الحق ده. يمكن في مبادرة كانت لأحد المطاعم الشهيرة خصصت بعض الفروع عشان تشغل فيها جزء من الصم والبكم، خلينا نروح نتابع هذا التقرير ونعود برضو لحضراتكم مرة أخرى. هو أحد المطاعم العالمية المتخصصة في تقديم الوجبات السريعة بحي الدق بالجيزة، خصص هذا الفرع ليكون جميع العاملين به من الصم والبكم مساهمة منه في خدمة المجتمع وفق اللافتة التي في مطعمه ليؤكد بأنك موجود بأحد فروعه الخاصة إنسانيا ومهنيا. ده أول فرع في مصر، وفي بعد كده اتفتح 4 فروع تاني في محطة الرمل، يعني ده فتح 94، في محطة الرمل اللي فتح سنة 95، في فرع روكسي فتح 2012 في مدار روكسي، في فرع تاني في 6 أكتوبر في كنتاكي توتال للشيخ زايد. معدل الصم والبكم في المطعم مثلا حوالي 15 موظف أو 16 موظف في الفرع الواحد. يقدم العاملون في الفرع الخدمة بطريقتهم الخاصة، فأنت تأخذ مع الابتسامة التي تستقبلك تحدي شباب قرروا أن يثبتوا للمجتمع أن باستطاعتهم النجاح. محمود دلوقتي أنت شغال بالك قد إيه في كنتاكي؟ بيقول إن هو شغال بقاله 10 سنين في الشركة في كنتاكي. بيقول لك المطعم فتح من 94، هو استاذ رضا هو نزل في اول ما جه من المطعم 2006 ابتدى يتدرج في الوظائف 10 سنين لحد ما بقى سوبرفايزر كيتشن. هو دلوقتي بيشكر اللي قايمين على الفكره اللي هو استاذ رضا وكان في استاذ نبيل علي. انت بقالك قد ايه كام سنه في كنتاكي؟ بقالها 5 سنين في كنتاكي. بسألها حضرتك مبسوطة ولا لأ؟ قلت
قلت له انا قبل كنت شغاله وقدمت استقاله وبعد كده ما لقيتش شغل بره خالص، برضو كنتاكي احتضني تاني وخدني معاه وشغلنا معاه تاني. بتقول برضو استاذ رضا قدم لها المساعده ان هو جابهم تاني ودربهم وقام معاهم بالمجهود كبير قوي لحد ما بقوا بالمنظر ده ومؤهلين للعمل. الكثير من رواد المكان يفاجؤون في البدايه عند اول تعامل بالزاميه الطلب بالاشاره، لكن بعد لحظات تتحول بعد ذلك نظره الدهشه لاعجاب. شايف دي تجربه مفيده جدا، مفيده للمجتمع نفسه ومفيده للاشخاص ديت، وديت مش مجرد تجربه ان الناس بتشتغل، لا دي اثبات كبير او بران كبير ان الناس ديت ما هماش عاله، ما هماش محتاجين حد يرعاهم. الناس دي بس محتاجين حد يحط رجلهم على الطريق وان هم يقدروا يؤدوا ويؤدوا بشكل كويس جدا زيهم زي اي حد طبيعي، بل هم مش فيش فرق بينهم وبين اي حد طبيعي. اكثر من 7 ملايين مصري حرموا من نعمه السمع والكلام وصنفوا كطاقه معطله، لكن وجود اماكن تفتح ابوابها وعقولها امام هذه الفئه المهمشه يعد شهاده ميلاد جديده واعترافا ضمنيا ان من الصم والبكم من يعمل وينجح وينتج. هو بالمناسبة الكلام يمكن أو الكلمة اللي قالها مدير أحد الفروع في آخر التقرير هي كلمة حقيقية بجد، لأن يمكن أنا اتعاملت مع أحد هذه الفروع اللي فيها هذه النسبة اللي بيقول عليها اللي بتعمل منها الصم وضعاف السمع، هم فعلا من أكتر الناس اللي بيتجاوبوا معاك جدا واللي ابتسامتهم ووجههم بشوش جدا، عندهم استعداد يقدموا لك أي حاجة، يمكن الحقيقة أكتر من ناس كتير يعني ناس عادية في طريقة التعامل. فعلا معاملتهم مختلفة جدا وهم اللي بيسهلوا لك انت انك ازاي تقدر تتعامل معاهم مهما كان عندك انت صعوبة، مع ان هو العكس، هو الطبيعي هو اللي عنده صعوبة، لكن هو بيسهل لك قد ايه ان انت تتعامل معاه كبني ادم طبيعي وتوصل للي انت عايزه. طبعا تجربة فريدة للمطاعم دي، وبنتمنى طبعا انها تبقى موجودة في كل قطاعات العمل الخاص وغيره اكيد الحكومي اللي بيحطوا نسبة لهذه الفئة. خلينا نروح ليك بقى باشمهندس محمد، انت خريج هندسة ايه؟ خلص هندسه معماري. معماري، طيب اشتغلت في موضوعك او في تخصصك او بدات تشوف حاجه تسعى في تخصصك ولا لا في حاجه تانية خالص؟ في مشكله ان انا لما خلصت كليه الهندسه رحت تدريب 3 شهور، قعدت 3 شهور تدريب وبقيت الحمد لله اعرف ان انا اعمل حاجات كتيره. بس هما مش عايزيني عشان انا صم، هما بيتعبوا طبعا كتير في ان هما يوصلوا لي معلومه او يكلموني، وما عايزين واحد يقول له كلمه بسرعه. انا بعرف ان انا اشتغل على الكمبيوتر، سبت المكان طبعا ومشيت. شركات كبيره قوي، رحت قدمت في كل الاماكن ان انا اقدم مهندس، انت 5% بشهاده ال 5%، مفيش مكان مفيش مكان. طيب مفيش اصلا عندكم صم عشان يبقى مفيش مكان. انا عايز اعاقات طبعا حركيه كتيره جدا، بس صم ما فيش. رحت اماكن كتيره جدا، ما فيش مكان. انا نفسي، انا واحد خريج هندسه معماري، انا عايز اشتغل في مجالي، اشتغل فين؟ من فتره قريبه رحت لشركه بتروجيت ورحت عشان قدمت فيها، عايزه هم موافقين، قالوا لي ان لما عملوا لي تيست قالوا لي انت ممتاز وكويس، بس 5% لا مش عايزين 5%. هي طيب معلش، انا مش عايز 5% دي بتاعت ذوي الاحتياجات الخاصه. يعني ال 5% مش موجوده عندهم؟ هم مش عايزينها اصلا. اصلا اصلا هم 5% لا مش عايزها. طب خلاص شيل 5% واعتبرني متكلم. مش مهم، بس اي نعم انا طبعا مش هينفع التعامل معايا، لازم يبقى التعامل معايا كنسبه. عشان كده انا خلاص بقيت بره بشتغل اي حاجه اعمال حره او اي حاجه خارجه يعني غير الهندسه. طب انت من البدايه ما شفتش يعني، ما هو هندسه معماريه دي تخصص مش سهل، تخصص صعب اكيد، واكيد عانيت فيه كمان بحكم ظروفك في التعليم، بني ادم الطبيعي اصلا بيعاني فيه كتير، فما شفتش انه هيبقى فيه صعوبه ان انت تشتغل فيه، فمن البدايه تقرر ان انت تروح في مجال تاني اسهل او تقدر تشتغل بيه اكتر؟ انا كنت قبل كده لما خلصت ماما كانت عايزاني ان انا ابقى شخصيه حلوه في المجتمع، ابقى زي مؤهلي يبقى عالي، ابقى زي المتكلمين، قالت لي خش هندسه. اول ما دخلت اولى اعدادي اصلا لقيت صعوبه كبيره جدا، ولاني انا في المدرسه كنا بنقعد نغش، كنا بنقعد الحاجات ناخدها ننقلها، لكن في الجامعه الموضوع صعب جدا في المذاكره.
وبعد كده اول مره سقطت، بعد كده نجحت في كله الحمد لله. وبعد ما خلصت انا فاكر ان انا ايه هخش بسرعه ان انا اشتغل، لان انا الوحيد الصم اللي خريج هندسه معماري، فاكيد يعني هتخطف يعني. يا لهوي لقيت صد كتير جدا، وفي كليه يقولوا لي وطبعا انا بحاول دلوقتي ان انا ادور على شغل. والحقيقه يمكن انا سالته السؤال الغلط، هو انا المفروض اسال واقول هم ليه يعني احنا كدوله او كحكومه قررنا ان الناس دي يبقى لها حق ان هي تتعلم التخصصات الصعبه جدا دي، واللي اكيد بيعانوا فيها اضعاف البني ادم الطبيعي ما بيعاني، علشان في الاخر يخرج بني ادم ليه وضعه وشانه في المجتمع زيه زي اي بني ادم طبيعي، فيقابل ده بعد كل المجهود والتعب المضني اللي هو ضعف البني ادم الطبيعي ان هو ما يلاقيش حق لي انه يكون مهندس ويكون دكتور ويكون طبيب، ويبدا ينخرط عادي في كل فئات المجتمع، وكل الناس تقابله تقول له مش عايزين ال 5% اللي هي المفروض انها قانون يعني، فهم مش عايزين ال 5%. فالسؤال الصح اذا كان يتسال فهو يتسال للدوله ويتسال للمؤسسات المعنيه والجهات المعنيه بالامر ده. طيب خلينا برضو نروح نشوف نموذج اخر ايجابي من بعض نماذج المجتمع اللي ايضا هي عباره عن مقهى سكندري بيفضل تشغيل الصم وضعاف السمع. نشوف التقرير. مقهى بعروس البحر المتوسط مدينة الإسكندرية يعتبر نقطة جذب للصم والبكمة، نظرا لما يجدوه من راحة في التعامل وقدرة على التفاهم بلغة الإشارة التي يفهمها من يعمل بالمقهى، تيسيرا على رواده كيفية التواصل كغيرهم من البشر. يعني القهوة بيعملها كده، لو هي طبعا كوباية بيمشي ايده يعني كوباية، يعني صباها في كوبايه، لو هي فنجان بيعملها كده مثلا الكاكاو بيعملها كده، الحركه دي الكاكاو، الزبادي مثلا بيعملها كده زي الساعه واللفه، عشان هي ايه الزبديه مدوره. بالنسبه للسحلب مثلا بيمضغها كده يقول لك زي السوداني كده حضرتك، في بعض الأشياء تبقى سهلة يعني. على الرغم من صعوبة لغة الإشارة وقلة من يجيد التواصل بها، إلا أن هناك روادا من غير الصم والبكم أدركوا قواعدها وبدأوا في استخدامها، مما يحقق الراحة للصم والبكم ويجعل هذا المقهى هو المقصد المفضل لهم. القهوة دي أصلا خاصة معروفة أن هي مستوى الصم والبكم من زمان جدا، هما بيحسوا هنا بقى ان هم قاعدين في موطنهم متميزين هنا، الناس هنا بتفهمهم وهم بيفهمون كتير جدا، حتى التعامل معاهم بيبقى الطف من اي حته ثانيه بره. على الرغم من وجود هذا المقهى منذ خمسينيات القرن الماضي، الا انه اصبح مكانا مريحا للصم والبكم منذ العقد الماضي فقط، ربما ليحمل رساله يكمن فحواها في ضروره وجود اماكن مخصصه للصم والبكم في كل جوانب الحياه. رجعنا لحضراتكم مرة تانية. أستاذة قمر، يمكن في كلمة سريعة قولي لي المفروض إيه اللي يتم تقديمه؟ مشاكل كتير يمكن اتكلمنا عنها، جزء في التعليم زي ما قال إيهاب، جزء في الوظائف والشغل، جزء في مضايقات المجتمع وغيرها اللي حضرتك ذكرتيها. إيه اللي المطلوب إنه يتم تقديمه لهذه الفئة، وهي فئة مش قليلة في المجتمع المصري، في عام 2018 اللي هو العام اللي خصصه الرئيس للاهتمام بهذه الفئة، ما يكونش بس الاهتمام زي ما بنعمل مؤتمرات ويعني تصريحات وخلاص، لكن يكون فعلا قرارات ويتم تنفيذها لكل الجهات المعنيه بهذا الامر. والله احنا نفسنا ان اول حاجه ان هم ينزلوا قوانين خاصه بالصم، لان دمجهم مع ذوي الاحتياجات الخاصه طبعا بيصدمهم كتير، لان هم ذوي الاحتياجات الخاصه طبعا متعلمين بشكل كفايه، عندهم خبره بشكل كفايه. لما تيجي تروحي مثلا لشركه يقولوا اشتغل واحد صم ولا واحد ذوي احتياجات خاصه، هيقول لك لا اخد واحد ذوي احتياجات خاصه اللي هو الاعاقات الثانيه، لان سهل التعامل، عنده خبرات، عنده امكانيات، بيتعلم زيه زي الناس العاديه. لكن الصم لا، انا هاخد واحد وما بيتكلمش وهضطر اجيب له بقى مترجم واجيب له مش عارف ايه، فهيبقى في عبء عليه بدل شخص واحد لا شخصين. وان طبعا المترجمين ان هم يبقى ليهم مكان في المجتمع، في كل مكان في الدوله، يعني ان هم يروح مستشفى يلاقي مترجم، يروح اي جهه حكوميه يلاقي مترجم يساعده. انا نفسي طبعا ان لغه الاشاره تنزل في المناهج، ان هي تتدرس طبعا زي الانجليزي والفرنساوي، ما تبقاش ماده اساسيه بس تبقى ماده، ان الواحد يبقى عارف ان انا بتعلم عن اللغه دي عشان في فئه كبيره جدا عايشه معانا في المجتمع، ان انا لو شفتها بحاجه بسيطه اقدر اتعامل معاهم.
تمام. طيب أسألك برضو باشمهندس محمد سريعا كده، أنت حكيت تجارب كتير في حياتك وآخرها موضوع الشغل، أنت محتاج إيه من البلد؟ محتاج إيه اللي يتقدم لك عشان تحس إن أنت عايش طبيعي جدا وما عندكش المعوقات والمشاكل الكتير دي؟ أنا نفسي الحكومة تشوف بره مصر بيعملوا إيه للصم وياخدوا منهم ويعملوا لنا، لأن بره مصر بيعملوا حاجات كتيرة جدا كاملة إن هم دعم للصم، خدمات الدكتور والشرطة في مستشفيات والشرطة. ولما أنا مثلا ممكن أكلم واحد مترجم أقول له تعالى معايا يقول لي أنا مش فاضي، لكن أنا لو رحت جهة حكومية ولقيت المترجم موجود ومتوفر لي مش هيروح إن أنا أكلم واحد وأقول له تعالى وأقعد أتحايل على كل واحد عشان يجي معايا شوية، لا هم أوتوماتيك المفروض حاطين كل واحد في مكان مستنيني إن أنا لما أجي يوفر لي، لأن أنا لو قلت المترجم وهو قال لي لأ او عنده في مشكله هيحصل بيني وبينه مشكله وبعد كده مش هلاقيه تاني. تمام. طيب وكمان اللي هو 5% انا نفسي الحجر كمان اللي هو بتاع السماعات ان هم يدونا المعاش يبقى عالي شويه عشان خاطر احنا بيبقى طبعا عندنا كل شهر بنشتري اللي هي الاحجار اللي هي بتاعه السماعه، طبعا حياتنا العاديه بره المعاش اغلب يعني ممكن يوصل ل 700 يورو لغايه 1000 يورو، احنا هنا وكمان بيبقى عنده شغل وبياخد المعاش ده، لكن احنا عندنا مفيش معاش خالص. طيب اخيرا تحب تقول ايه يا هبة؟ انت محتاج ايه برضو من الدوله تقدمه لك عشان تقدر وانت يمكن لسه في مقتبل العمر؟ تمام. انا نفسي ان في المسرح ان انا في المسرح امثل كتير، ان هم يختاروني في حاجات كتيره في الاغاني، ان احنا نغني نخش. انا نفسي الصم كمان في الجامعه ان هم يخشوا جامعات كتيره مختلفه، ان احنا نفسي ان احنا ننجح ونبقى زينا في المجتمع. ليه هم مش عايزين يشغلوه؟ المفروض هو شغل كويس، المفروض يشغلوه، هو هينجح وهيبقى كويس ان شاء الله. انا نفسي كل الصوم انا نفسي كمان الناس تيجي في ايدي بتتكلم ويتعلموا ونتعامل معاهم اكتر. كمان انا نفسي مسرح كتير يبقى بلغه الاشاره عشان خاطر راح اتفرج بس. وانا نفسي انه يعني عشان انا ما اتكلمش كتير ان كل الكلام طبعا اللي قاله البشمهندس محمد واللي قاله ايهاب في تمنياته عن المستقبل الدوله تقدر توفره بشكل كبير زي ما قلنا، مش من شعارات ومؤتمرات ولقاءات وخلاص، لكن فعلا بيتم تطبيقه على ارض الواقع من كل الجهات والمؤسسات المسؤوله عن ده. في نهايه فقرتي بشكرك شكرا جزيلا طبعا الاستاذه قمر عادل مترجمه ومدربه لغه الاشاره والمدير التنفيذي ايضا لمركز ومبادره ايدي بتتكلم، ايضا كل الشكر لحضرتك باشمهندس محمد طارق، كل الشكر ليك برضو يا إيهاب طارق، برضو بشكرك شكرا جزيلا، نورتوني طبعا وشرفتوني. مشاهدينا الكرام فاصل، وبعد الفاصل هيكون معنا فقرة مراسلنا محمد جمال هيصحبنا فيها في جولة بمنطقة مثلث ماسبيرو اللي اقترب وانتهى طبعا هدم كل المناطق اللي فيه بالكامل تمهيدا لتطويرها وتحويلها إلى مجتمع سكني نموذجي يتناسب مع موقعها الفريد في وسط العاصمة. وإن شاء الله هيكون بعد هذه الفقرة هنكون بكده وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة من رأي عام، بكرة إن شاء الله زي ما عودنا حضراتكم في تمام 8:00 مساء حلقة جديدة ورأي عام، شوفوا على ألف خير.